عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الفعل هذا الرجل يدل على أنه قصد هذا المكان وخصصه بالدعاء، فما كان من علي بن الحسين إلا أنهاه، وهذا يفيدنا بفوائد. أولا أن مثل هذا الفعل كان مذموما عند السلف. ثانيا أن الناهي هنا قريب النسب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد ثبوت هذا النهي. ثالثا العبرة والعظة لهؤلاء الروافض إن كانت قلوبهم تعي، من أن ما يفعلونه عند القبور مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالف لسنة آل البيت الذين يعظمونهم. رابعا أن هذه السنة قد صدرت من أهل المدينة وهم قريب الدار من النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا أن هذه السنة ليست محصورة في ثبوتها في فرد من أفراد آل البيت، بل جاء عند سعيد بن منصور في سننه أنها ثابتة عن الحسن ابن الحسن. الفاية السادسة أن ذكر الفرجة هنا من باب بيان الواقع، وإلا لو أتى من غير أن يكون في فرجة وقصد هذا المكان فإن النهي ثابت، بدليل قصة الحسن ابن الحسن مع رجل كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه. الفائدة السابعة أن الحسن بن الحسن علل، فإنه ذكر حديثا لهذا الرجل، وهذا الرجل اسمه سهيل ابن أبي سهيل، قال له قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ثم ذكر العلة لتتمة الحديث وهي تؤكد ما بوبه المصنف رحمه الله في نهاية الحديث، ثم قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فائدة الثامنة أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام من حيث القرب ومن حيث البعد سواء، وإذا قال الحسن ابن الحسن لهذا الرجل ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء.